والنادي الاهلي ب، اللي هو طبعا نادي الجونه. المفروض لو كان جدول المباراه مشى في مساره الطبيعي كنا هنقابل فريق الجونه. احنا جبنا مباراه بين الجونه والاسماعيلي عشان نشوف تشكيل الجونه وتشكيل الاسماعيلي. لو عرضنا تشكيل الجونه الاول هنشوف فعلا في لاعبين سابقين من النادي الاهلي، اعتقد مش اعتقد هم سبعه، لؤي وائل ومحمد نجيب علي واكرم توفيق واحمد حمدي واسلام محارب وجده. احنا هنا جايبين اي لاعب لبس تيشيرت النادي الاهلي، لا بنتكلم في عدد اعارات ولا بنتكلم ولا بنتكلم في لعيبه معارين، لا هم لعيبه مروا على النادي الاهلي وارتدوا تيشيرت النادي الاهلي. في نفس المباراه دي اللي كان بيلعب فيها الجونه الاسماعيلي كان برضو في لاعبين لبسوا تيشيرت نادي الزمالك، لكن هو انا مش عارف ليه انا اخد بالي من الجونه واقول الجونه بقى، مع ان الجونه بيعمل معانا ماتشات قويه جدا ومش شايف خالص اللاعبين اللي بيلعبوا في النادي الاسماعيلي اللي لازم يكون اصلا الزمالك به لو هو ده المعيار. نعرض تشكيل الاسماعيلي في مباراه الجونه برضو ست لاعبين، يعني قال له لاعب اللاعب فرق تقريبا. بص انا عايز اقول لك حاجه، انت وقفت عند حته مش عارف ليه، لا احنا عارفين ليه كويس جدا، احنا عارفين ليه. هو نادي الجونه هيفضل يكفر عن ذنب التعادل مع نادي الزمالك الى اخر المدى، وكانها جريمه ان هو عمل مباراه ممتازه، فهنفضل طول الوقت وكان الجونه بيه وكان هو لا وكان الجونه هو اللي اضاع الدوري على نادي الزمالك. ده مش حقيقي، انا كسبانك في المواجهه. الجونه كان بينافس على الهبوط ونفد من الهبوط بفرق نقطه ونقطتين، وكان معاه حرس الحدود والانتاج الحربي. طب نتائج الزمالك مع الانتاج الحربي ايه؟ تعادل. نتائج الزمالك مع حرس الحدود ايه؟ اللي هو المباراه اللي كانت الاخيره تعادل. الجونه كان ثالث تعادل، لكن انا سبت حرس الحدود وسبت الانتاج الحربي ومسكت في الجونه على اساس في لاعبين من النادي الاهلي. طب اللاعبين اللي في النادي الاسماعيلي يمكن عشان حسام غالي في الاهلي، طب وصبري المنياوي اللي في النادي الاسماعيلي؟ لا مش كده بس يا احمد، هو بيدي لا بيد عمرو. انا كمان في المواجهه المباشره معاك في نهايه الدوري انا فائز، وانا انا نهايه الدوري وانا كسبانك، فالموضوع ما بقاش فيه تاويل للجونه. يعني مش ماتش الجونه اللي خلاك انت اللي خلاني اخد الدوري ده. الكابتن خالد بقى واخد باله من نتائج الجونه، ده جاء اول ماتشين قال فين الجونه؟ الجونه خسر اول ماتشين، خسر من الاسماعيلي وخسر. طب ما الجونه دلوقتي بقى حقق اربع نقاط، يعني فاز على المقصه وتعادل مع اف سي مصر، ودي نفس نتيجه مباراه الزمالك واف سي مصر. وبعدين الكابتن خالد وهو بيتكلم عن لقاءات الجونه قام تطرق بقى للانديه الاوروبيه وراح لريال مدريد، قال ان ريال مدريد بيعاني ومن مباراتين في دوري المجموعات في دوري الابطال حقق نقطه واحده. طب يعني انت بتلوم على الجونه ان هو اللي تعادل مع الزمالك اتغلب ماتشين، ومش شايف ان الكابتن في ظروف مختلفه واجواء مختلفه، ومش شرط ان الجونه اتعادل مع الزمالك يبقى يحقق نتائج في بدايه الموسم، واحنا لسه بدري خالص. لازم كابتن خالد يعرف ان المقدمات مش شرط تؤدي للنتائج. كابتن خالد الزمالك كان متصدر الدوري طول المسابقه السنه اللي فاتت، وفي الاخر النادي الاهلي هو البطل. ما تستبعدش الجونه بدايته متعثره بس مش مقياس، اعتقد اكتر واحد حضرتك عرفت الدرس ده. واعتقد لازم نعرض صوره. هتقول لنا تشكيل الاسماعيلي اللي لعب مباراه الجونه عشان ناكد برضو اللعيبه اللي لعبت في نادي الزمالك ودلوقتي بتلعب في الاسماعيلي، سواء محمد مجدي او باهر المحمدي اللي هو كان في الاسماعيلي وراح اعاره سنه للزمالك، اسامه ابراهيم، دونجا، مدبولي، الشامي، يعني ست لاعبين من اصل 11 برضو كانوا في الاسماعيلي. والحقيقه هو ربما الكابتن خالد او اللي بيضغط على فكره الجونه بقى هو بيحمس فريق الجونه عشان تبقى المباراه ضد النادي الاهلي في منتهى القوه. اطمن، المباراة ضد النادي الاهلي هتكون في منتهى القوة، ما عندناش لاعب لو كان بيلعب في النادي الاهلي وسجل فينا هدف بنعامله معاملة صعبة، ولا نقول مش هيدخل نادي تاني ولا الكلام، ما عندناش الموضوع ده. بالعكس احنا بنحمس كل اللعيبة اللي ارتدت تيشيرت النادي الاهلي انها لما تيجي تلعب قصادنا تقاتل على النتيجة وتقاتل انها تطلع بنتيجة وفوز. اما بالنسبة لفكرة الاسماعيلي بقى احنا بصراحة يعني نتائج الاسماعيلي مع الزمالك ما بنعقبش عليها شوية. واحنا ما بنقولش استنتاجات، هو الجونة هدف ناصر ماهر واهميته في حسم الدوري كان بصعوبة ازاي، وكان النادي الاهلي وكابتن حسام غالي كان بيغلي على الخط ازاي، هكذا هم ابناء النادي الاهلي. بس حابين قبل ما نختم الفقرة ناخدكم لحاجة تانية خالص، فخلي بالك من كلامك.